سيدة الوزيرة، من بعد ما سمعنا الجواب ديالكم خصنا نديروا اليوم واحد الخطاب اللي واقعي وموضوعي وصريح مع الشعب المغربي، وما خصناش نغطيو الشمس بالغربال. اليوم مازال المرأة المغربية كتعاني الهشاشة والفقر والتهميش بنسب جد مرتفعة، وكنلقاو وكل هاد كاينه مؤشرات اللي كتدل على هاد الشيء دولية ووطنية. المرأة في بلادنا وخصوصا العاملة مازال كتعرض للتحرش والعنف بشتى أنواعه مع استغلال مصدر لقمة العيش للمساومة، وكنلقاو 57% من النساء معنفات، وذلك حسب تصريح وزارتكم، وهذا الشيء طبعا عنده واحد تكلفة اقتصادية كبيرة على المجتمع في الحاضر والمستقبل. السيدة الوزيرة، إن المرأة العاملة في الضيعات كتعاني من سوء المعاملة، وكتعاني معاملة لا إنسانية وتحط من كرامتها نظرا لظروف العمل الغير اللائقة. المرأة في اقتصاد القب تعمل في الظلام دون أي حماية قانونية وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، وكنا كنذكروا طبعا الحادثتين المميتتين بطنجة وروزامور. المرأة الأكثر عرضة للتعسف والطرد من العمل، المرأة دائما تتعرض للنقص في الأجور، دائما المرأة ما كيتصرحش بها لدى الضمان الاجتماعي، وكنلقاو يلاه 30% فقط من النساء اللي كيتصرح بهن في الضمان الاجتماعي. المرأة العاملة عاملة النظافة في المؤسسات العمومية كيشتغلوا دون الحد الأدنى للأجور، وما نمشيوش بعيد، هنا في المجلس عاملات النظافة كيتقاداو 1600 درهم في حين أنهم كيسنيو على 3000 درهم، وبذلك كتولي شركة المناولة في اليد العاملة كتولي كتصمصر في اليد العاملة، وكتولي وصمة عار بمباركة المؤسسات العمومية. المرأة في العالم القروي مازال كتعيش على الهامش دون أبسط الحقوق نتيجة ضعف الوصول للخدمات الأساسية العمومية كالتعليم والصحة، مع ارتفاع نسبة زواج القاصرات وغياب برامج التأهيل وتكوين اليد العاملة النسائية. السيدة الوزيرة، إن الاتحاد المغربي للشغل باعتباره تاريخيا في طليعة النضال الحقوقي من أجل مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، يؤمن إيمانا راسخا أن كسب رهان مغربي اليوم وإنجاح مشروعه التنموي الكبير لا بديل له عن الترجمة الفعلية لشعار المساواة على أرض الواقع، وذلك من خلال مراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات وإزالة العراقيل القانونية، التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العالم اللي جات بها منظمة العمل الدولية، تفعيل هيئة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، التعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء. وأريد من هذا المنبر إعلان تضامن فريق الاتحاد المغربي للشغل مع موظفات وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير التابعة لوزارتكم السيدة الوزيرة، يتعرضن للتعنيف الخطير بشتى أنواعه. شكرا سيدة المستشارة. الممارسات النقابية. وشكرا سيدة الوزيرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.